لكن يعني لكن احنا نتكلم بانصاف، يعني والدتي ووالدتك الله يحفظهم مثلا، الله يحفظ ان شاء الله جميع المسلمين، كان تلفون ارضي ما عندهم، تلفون ارضي كان الوالد يوم يغيب خلاص ما عنده الا عياله وكذا، وجالسه بالبيت مع العيله، لكن يوم المرأة بتطلع بتشتغل كذا، تشوف الطرف الآخر، تشوف وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ما أبرر ترى الأخطاء، لكن يجب الرجل أنه يراعي أنه أبواب الفتنة كثيرة. يعني ابنك الآن لماذا تتعامل مع ابنك على أن أبواب الفتن كثيرة؟ ليه ابنك أنت تمنعه من النت؟ ليه تأتي أنت تمنع مواقع الإباحية؟ ليه تمنع أنت عرض الصور؟ ليه تدخل الآيباد أو الكمبيوتر تشوف وين ابنك يدخل؟ ليه تمنعه من بعض اليوتيوب؟ ليه تحذف برنامج اليوتيوب مثلا؟ ليه؟ لأنك أنت تعلم أن أسباب الفتن لدخول ابنك كثير. ليه تمنعه من السماع لدواعش أو الإخوان؟ تعرف فتن. صح. كذلك كما أنك أنت حريص وتعلم أنه يوجد باب فتن، كذلك المرأة لها باب فتن. كما نحن إحنا نكذب على بعض يا شيخ، الرجال باب فتن، إحنا بعد نفتتن. شيخنا نعم الحين سيدي. الله طول عمرك، مش إلا الفتن الحين الله طول عمرك، الزوجة أو الزوج أوكي راح نعم. لعمله أوكي، راح الزوج لعمله شاف أوكي زميلته في العمل أو مراجعة جيتنا اوكي كاشخه له لابسه له متعطره له يا كمراجعه ايه الحين شو يشوف يقول اوه هاي شو وين هذه وين ام عبود يصير يقول وين هذه وين هذه ايه يعني في فرق اوكي الزوجه نفس الشيء اوكي تلقى يمكن زميل في العمل اوكي قصده شريف يعاملها باحترام يقول اوه شوف كيف يعاملني بادب مو مثل ريلي انت يا حرمه ريلي ايه هني طعمك تبدا الغيره هني طعمك يبدا يعني المقارنه في مقارنه هني طعمك ليش لو طعمك يعني حريم قبل او رجال قبل ما عندهم غير شو صلاتهم وعملهم اوكي والحريم صد بيتها وصد عيالها ولا يعرفون عن اي شيء نعم نعم لكن في المقابل أخي بما أن المرأة الآن الحمد لله متعلمة ومثقفة وتخرج والرجل كذلك الفتنة تتعرض للمرأة وتتعرض للرجل لابد من الإشباع في المنزل صح يعني أنا هذا يعني أنا لا بسألك سؤال الحين أنت لو منعت التلفزيون عن عيالك مثلا قلت التلفزيون حرام بمنع التلفزيون عن عيالي عيالك وين بيسيرون بروحون عند بيت الجار صح بيلجؤون لشيء ثاني ايوه بيلجؤون للبيت الجار يحضرون هنا هناك عند عيال عمهم كذا انت منعتهم لانه ما وصل لهذا احنا دوم نقول اشبع ابنك حتى ما ينظر لبيت جارك هذا يا شيخ يعني نفس ما تقول انت الحين انت الله يرحم والديك الحين هاي زوجتك اذا انت ما جيت وكلمتها باحترام بالضبط ما جيت وداريتها باحترام واشعرتها بحبك يمكن في انسان اوكي يعني دخله اوكي شهري قليل صح ولا لا في بعض الزوجات اوكي ما يفكر يقول لا ليش انا ابا نفس اللي اشترته ام فلان ليش ما تجيب لي زين انا بجيب لك انا بحاول اني اجمع لا بس هذا 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 مشكله ثانيه شوف المراه المراه شوف المراه يا شيخنا اوكي هي اساس الغيره ماشي بس المرأة والله العظيم اسمع والله أنت أخ وحبيب أقسم بالله إذا المرأة أحبتك ترضى أن تحيا معك في الصحراء صحيح إذا المرأة تحت الله عز وجل ما خلق المرأة هي تريد إشباع عاطفي خلق لكم من أنفسكم الجزء اللي انخلق من جزء القلب القلب مشاعر فالمرأة إذا أشبعت حبا واحتراما والله العظيم ترضى معك مثل ما يقولون خبزة كلام لا 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 شك عليه ولا يختلف عليه اثنين يا شيخنا زين. هذا الكلام صحيح وواقع بس انت كرجل اوكي لما تقول لك اوكي انا اريد هذا الشيء ما هي ما اصلا انت هي ما اي كمل كمل اي انت مش استطاعتك اوكي هي لو تحبك وتعرف ولو انت مشبعها عاطفيا وحبا وتقدرك وتعرف ظرفك هي ما راح تطلب ما راح تحرجك لانها تحبك ما هي اوكي يمكن هي انا هي طلبتك يا شيخ وبطريقه غير مباشره نعم انت تعرف ما شاء الله دلع الحريم وكلام الحريم وها يعني سبحان الله بس نعم الاثنين في مجتمعنا في الوقت الحالي الرجل والمراه هم غلطانين ما في حد كامل وكمال لله سبحانه وتعالى نعم نعم صح لهذا احنا نقول دار المراه والمراه دار الرجل وهذه تتعرض للفتن وهو يتعرض للفتن هذا هو فلا بد من الاشباع في المنزل المراه طال عمرك والدتنا واختنا وصديقتنا في العمل والمراه طال عمرك ام الرجال
نفس ما قال سيدي صاحب سمو الشيخ محمد الله يحفظه مبروكة قال عنها الله الله مبروكة وأفضل الله طول عمرك أسر. الله يعني المرأة طول عمرك الحين معاصرة الرجل في كل شيء نعم واقفة مع الرجل في كل شيء نحن طول عمرك نحن ما نقص في شأن المرأة أو شيء لا المرأة طول عمرك الحين يعني ما شاء الله الله يحفظ دولتنا ودول المسلمين يعني وصلت تقريبا فوق 52% أوكي من الوظائف الحكومية هي ماسكة نعم صحيح. المرأة الله طول عمرك يعني عنصر رئيسي للرجل أصلا لو مو بالمرأة موجودة صالحة ما لقيت الرجل صالح نعم 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 لأن كل رجل عظيم يقول وراه امرأة الله يجزيك الخير وما نتقل بشأن الرجل نحن الرجل طول عمرك كفو والمرأة كفو والله يسلم نحن نتمم بعضنا وكنا نكمل بعض واسمحنا يا شيخ لا عليكم على طول عمرك الله يسعدك ان شاء الله والله يوفقك وان شاء الله أنا باذن الله أنا لا نسمع مرأة مزعلة ويا زوج لا ان شاء الله مزعلة ويا يا رب وهذاك التركي براي خليه خليه مسكين في السجن تهم التحرش الجنسي بزوجته مسكين الحين راعي المخدرات كيف يصدق هذا لا بس الحين هو تحرش جنسي داش السجن صح ولا لا؟ بزوجته التهمة بزوجته كاتبه الصحيفة بزوجته ايه زين الحين في السجن شو في السجن شو يقولهم؟ شو يقولهم؟ يقولهم قتل احسن الله يحفظك امين امين سيد الله يوفقك امين الله يسعدك ان شاء الله والله ان شاء الله يديم الامن والامان علينا وعلى جميع بلاد المسلمين والله يحفظنا والله يبعد عنا ان شاء الله امين كل سوء امين يا رب ونتمنى ان شاء الله ان يا شيخنا البرامج اللي نعم. هي الله يطول عمرك تنبث اوكي في التلفزيون او على التواصل لازم تكون فيها رقابه نعم خصوصا المسلسلات والله يا شيخنا لازم تكون فيها رقابه لان بدون رقابه لحن نصنع جيل ثاني الحين جديد والله يوفقنا ولان بعمرك بخصوص عمرك نحن الحين مجتمعنا او مكاننا في هذا كل الناس يحسدنا على وطننا هذا نعم والله اتمنى امين الله يجزيك الخير والصحه والعافيه آمين. والله يوفقك يا شيخنا